قتل بنغوريون كينيدي بسبب قرار كينيدي وضع مفاعل ديمونة تحت الرقابة لمنع إنتاج أسلحة نووية. أصبح بنغوريون هو الذي قتل كينيدي الآن؟ بنغوريون أصدر أمر باغتيال كينيدي، وأنا مسؤول عن كل كلمة. وتحالفت الموساد مع المافيا الأمريكية، وبعد ما أوزوالد قتل كينيدي أرسلوا له موساد اسمه روبي يهودي قتله، وقتلوا الموساد 22 شاهد من الشهود، وأغلق الملف. وأنا أتحدى، هو ما زال مغلقا لحد الآن، أتحدى أن ينشر الملف لحتى الآن رغم مرور السنين ما نشر بضغط صهيوني يهودي. أنبه أكرر أنبه الأجهزة الأمريكية التي تنام كالسي آي إيه والإف بي آي بأن هنالك مخطط ماشي على الأرض لاغتيال أوباما، وأن المجموعة التي ستحاول اغتيال أوباما هي مجموعة يمنية باسم القاعدة ولكنهم يهود يمنيين. اوف هذا كلام، دربتهم. هذا كلام من وين، من اين استقيت هذه المعلومات؟ انا بعطيك خبر مالكيش علاقتي. من اين استقيت كل هذه المعلومات؟ انا حر، يعني انا مسؤول عن هل تملك كل اسرار الكون بسام ابو شريف؟ انا مسؤول عن كل كلمه اقولها، واذا مهتمين يجي يسالوني.